انتهى دوري في التعيق ليصل سيف السيوف بصوت زميلي محمد بن بريك المهي. شكرا بسعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلق قبل قليل شوط السيف، سيف المهرجان وسيف الختام والسيف الحسام. مشاهدين الكرام، انطلق هذا الشوط بالآمال بالطموحات بالحضور الكريم وبالحضور الميمون في هذا المهرجان الكبير وختام المهرجان في مهرجان اللي له قلوب العرب دار قرار. هذا الأمير الغالي اللي عز شانه القطر من لامنا في حب أميرنا الغالي عليه اللوم دار عشنا معه وله الوفا منا على طول العمر. إذن مشاهدين الأعزاء، شوط السيف، السيف الذهبي، سيف المهرجان، مسك الختام، مقدمة الشوط. ومن تحتل المركز الأول بلاغ لهجن الرئاسة بتضمير الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم بلاغ على السيف، بينما المركز الثاني وصلت أنقرة لهجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث مساحة لهجن الرئاسة مع العملاق الوهيبي سلطان بن محمد الوهيبي يقدم مساحة على المركز الثالث. ننتقل نشوف المركز الرابع في هذا الشوط الأسطوري، في هذا الشوط الجماهيري، وصلت في هذه اللحظات على المركز الرابع وتقدمت الغارية من هجن الشحانية مضمر جابر بن سالم بن فاران، بينما المركز الخامس وصلوا دواليب، دواليب الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران يقدم دواليب على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، في شوط تتواجد فيه النوعيات الفاخرة، النوعيات المميزة في النوادر الهجن تتواجد في الخليج في أقوى أشواط المهرجان في سيف السيوف. مشاهدينا الأعزاء، ختام المهرجان وفلج يخطف شوطنا المفتوح الماضي، وبالتالي يغادر ميادين السباقات إلى محمية إنتاج أم الزبار برصيد مليء بالذهب بالإنجازات. أبشروا يا أهل الإنتاج بفلج المميز. إذا نعود إلى مجريات الشوط، إلى أحداث الشوط، تتواجد فيه السبق. يا سلام يا سلام، السبوق تشد الأنظار وتل معلوق مثل ما تل المعاليق برق الهسنة مثل مرواح الجزيرة مخلات الطرق لارتفع صوت الجماهير والشوط انحنى. اذا شوط السبق، شوط النوادر، شوط الاصايل، سيف السيوف هل يمسي او يغادر الى الاشقاء، ام يمسي في ميدان التحدي مع الادعم الكبير، مع الادعم الكبير، ام الى هجن العاصفة العملاقة، ام هجن الرئاسة التي ابدعت من خلال انتزاعها لرمزين في هذا المساء. العودة الى مقدمة الشوط، أنقرة يا أنقرة، أنقرة تتسلل على مقدمة الشوط لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية المشاغب يتابع أنقرة في هذا الشوط الحساس في شوط السيف. يا أبو خالد، السيف 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 ينادي المتنافسين، هلموا إلى السيف، هلموا إلى السيف، هل يمسي السيف في ميدان التحدي كما أمسى شوط يا أبناء القبائل، الشوط المفتوح في ميدان التحدي مع ناصر بن عبد الله المسند، مع التمامة من خطفت سيف أبناء القبائل بقيادة المغامر سعيد بن بطي الزعبي. نحن ننتظر فعاليات شوط الختام، مسك المهرجان، هجن الرئاسة تهاجم السيف باسمين قويين، مع أيضا خيرة المضمرين، مع من تتقدم بلاغ الرئاسة لهجن الرئاسة. ومن الجانب الآخر
ومن الجانب الآخر وصلت وتقدمت مساحة لتمهد الطريق لهجن الرئاسة في شوط السيف يا سلطان بن محمد الوهيبي. هجن الرئاسة حاضرة مع الوهيبي مع أيضا نخبة المضمرين، هجن الشحاني أيضا كذلك متواجدة، هجن العاصفة أيضا حاضرة بأسماء قوية منها عجايب وغيرها من الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. لمن أين يتجه السيف؟ هذا السؤال الجماهيري، أين يتجه السيف؟ مساحة هجن الرئاسة مع المركز الأول مع صدارة الشوط، مساحة مع المقدمة. هجن الرئاسة حاضرة بكل ثقلها بأوراقها الرابحة بأوراقها الثمينة في أغلى السيوف في أقوى الأشواط في هذا المهرجان، ولكن أنقرة ولكن المشاغب بدأ يشاغب مع هجن الشحانية مع المركز الثاني محمد بن خالد العطية يقدم أنقرة على المركز الثاني ناخذ المركز الثالث ونحن نقترب من لوحة الثلاثة كيلو عن السيف عن السيف. المركز الثالث وصلت بلاق لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي الظافر وأيضا تصل في هذه اللحظات وتتقدم صبر ما فيها صبر يا جابر بن فاران عن السيف صاحبة سيف أيضا دولة الكويت الشقيقة قبل شهر ونص تقريبا، هذه صبر متسلحة بسيف قبل أيام في مهرجان ختامي الكويت في أيضا ذلك الميدان ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر. الصباح تبحث عن السيف في هذا المهرجان وهذه صبر بدأت تتسلل إلى المركز الثالث بينما المركز الرابع تصل فيه وتتقدم بلاق. هجن الرئاسة تقدم بلاق علي بن جميل الوهيب الظافر، حصل دخول وتسلل من قبل من وصلت الغارية من هجن الشحانية الشبل 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 جابر بن سالم بن فاران يتابع الغارية، بينما المركز الخامس تصل دواليب لهجن الشحانية سالم بن فاران يتابع دواليب في هذا الشوط. أرى هجن الرئاسة تصل مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ومع علي بن جميل وهجن العاصفة خلف دائرة النداء وأيضا أسماء لهجن الشحانية. يا سلام أسماء تهز الأبدان، شوط أيضا يحرق أيضا الأعصاب أيضا أيضا يشتت المسايرين المتابعين لقوة أسمائه لقوة أسمائه للنوعيات المتواجدة في شوط السيف، ولكن التغيير بدأت بالانطلاق. صبر قلنا لكم ما فيها صبر عن السيف، ما فيها صبر ما تقدر على الصبر، هذه صبر انطلقت وجرت الشوط جرت الشوط مع المضمر الشبل مع هجن الشحانية أيضا انطلقت في المركز الثاني انطلقت مساحة. السيف 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 هجن الشحانية هجن الشحانية تسيطر على السيف في وقت حساس في وقت حساس. الرئاسة تهاجم هجن الرئاسة تهاجم باسمين قويين مع من تتقدم في هذه اللحظات مساحة لهجن الرئاسة وتصل في هذه اللحظات تقدمت سلهودة من أقوى المرشحات للسيف لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وأيضا وصلت هنا الغارية لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران في عملية التضمير. المركز الخامس تقدمت حضور، مرحبا بهذا الحضور الميمون، مرحبا بحضور على المركز الخامس. أيضا 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 تتطلع الأنظار إلى لحظات وصول حضور لأنها من أقوى الأسماء المرشحة صاحبة عدة رموز. يا سلام وصلت حضور وصلت حضور وصلت حضور غطت على كل الله الله يزين اللي حضرت غطت على كل الحضور. هذه حضور تصل على المركز الرابع في هذه اللحظات تتقدم مع 1500 متر الأخيرة العودة إلى اللحظات الحاسمة الأمتار الحاسمة. السؤال هل يمسي هذا السيف أم يقادر يمسي أم يقادر رئاسي شحاني من خلال معركة السيف من خلال معركة السيف. الكيلو متر الأخير نقترب من الكيلو الحاسم الكيلو الحاسم. الجماهير العنابية الجماهير الرئاسية الكل يتابع هذه اللحظات الصعبة للمضمرين. هملولة تسللت هجن الرئاسة انطلقت حضور وهملولة حضور وهملولة. الكيلو متر الأخير نفتتح في هذه اللحظات أجواء الكيلو متر الأخير وانطلقت في هذه اللحظات سلهودة لهجن الرئاسة انطلقت
فرقة شلهودة مع المجازف، مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، حضور ترفع راية التهديد، حضور مع المركز الثاني، حضور مع المركز الثاني، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، هجن الشحانية، سيف المهرجان، سيف المهرجان، سيف الأمير الغالي، هل يمسي أن يغادر؟ بينهم السيف، بين هجن الشحانية وبين هجن الرئاسة، هجن الشحانية وهجن الرئاسة، 600 متر أخيرة فقط عن السيف، فقط عن السيف، حضور الإنجازات، حضور الفعاليات، حضور الإنجازات، يا سلام، حضور، 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 تخطف السيف، تخطف السيف، تخطف السيف، السيف ما يطلع من الدار برا، سلام يا حضور، سلام، سلام يا حضور، سلام، ولكن 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 هملونا، الأدعم، 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 الأدعم تكلم، الأدعم يتكلم، حاضرين أبناء الأدعم في اليوم الأهم، أبناء الأدعم حقق الحلم، أبناء الأدعم يتكلم بمنطق السيف ما يطلع من الدار برا، السيف ما يطلع من الدار برا، سلام يا الأدعم، سلام يا الأدعم، اليوم يوم الأبطال، اليوم يوم الفعال، تحقيق المنال، سيف الختام، أدعم 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 أدعم، سيف الختام، سيف الختام، أدعم أدعم أدعم، يوم الأبطال، يوم الفعال، يوم تحقيق المنال، السيف، سيف الختام، سيف المهرجان، سلام سيد الأمير، سلام سيد الأمير، سلام سيد الأمير، هجن الأدعم، هجن قطر، تمسي ويمسي السيف في الشحانية، هجن قطر، هجن الفخر، تختطف السيف ليمسي، نمي أيها السيف، قرير العين في ميدان الشحانية، ميدان التحدي، تهانينا والناموس للمقام السامي، سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اختطاف حضور لسيف الختام وأيضا سيف المهرجان، تهانينا والناموس للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، تهانينا أيضا للمضمر الذهبي سالم بن فاران على اختطاف حضور، تهانينا لسالم بن فاران المضمر الذهبي من قدم حضور لأيضا تختطف السيف وأيضا يمسي هذا السيف في ميدان الشحانية في ميدان التحدي، سلام يا الأدعم، سلام. المركز الثاني، المركز الثاني هملوله أو المركز الثاني بلشه لهجن الرئاسة مع محمد معتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث، وفي هذه اللحظات يصل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المنصة الرئيسية لتتويج وتكريم الفائزين في شوط الختام، وفي هذا مهرجان ختام سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعى حيث تتشرف المنصة الرئيسية في هذه اللحظات بهذا الحضور الميمون، ويتشرف سموه الكريم بتكريم وتتويج الفائزين في أشواط المساء. إذن تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المهرجان، أذكر بأن المركز الثالث من احتلت المركز الثالث على السيف سلهودة لهجن الرئاسة مع محمد معتيق مزيت المهيري، المركز الرابع، المركز الرابع كلثم لهجن الشحانية مع سالم بن فران، والخامس مطفية لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي، وانقل في هذه اللحظات والكلمة للزميل سالم بن ثامر ليكمل لحظات التتويج.